منعه بحمد فتحي مرتين، مره لما كان موجود في دمنهور، ومره لما مشي من ام بي راح فيها البتروجيت. اكيد انت عرفت مين موجود معانا على التليفون. هو الكابتن طارق العشري. يا كابتن طارق، برحب بحضرتك على قناه الاهلي. اهلا يا عمر، ازاي حضرتك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يبارك فيك حبيبي. معانا واحد من اولادك طبعا. حياتي ليك وحياتي الحمد طبعا. حياتي حمد، ازيك؟ يعني انا كابتن طارق واحد حضرتك من المدربين المميزين جدا اللي موجودين في كره القدم وعلى الساحه الكرويه وفي الدوري الممتاز، لكن تعاقد حضرتك واصرارك مرتين على التعاقد مع حمدي فتحي، المره الاولى لما كان موجود في دمنهور، والمره الثانيه لما كان موجود في بتروجيت، واصرار حضرتك على التعاقد مع حمدي فتحي، اكيد عين حضرتك شافت فيه يعني بعض الميزات اللي هتفيد حضرتك في مسيرتك في وجودك مع نادي انبي. يعني حمدي من اول لقاء كان بين جامعه بين انبي ودمنهور، واحنا يعني من اللعيبه اللي مشينا عليهم عشان نضمهم لنادي انبي. وفعلا كابتن عبد الناصر، يعني في السنه دي اعتقد كنت انا يمكن بعد ما خلصت السنه كنت في انبي وسافرت ليبيا. بعد كده جيت كان بيقول لي ان حمدي وقع لنادي انبي وتواجد، لانه من اللعيبه اللي انا كنت بتمنى اني اضمهم. عنده مرونه تكتيكيه بشكل كبير جدا، لعيب جيد يتمتع بصفات دفاعيه جيده، لاعب تصوير كويس، مسانده هجوميا، يعني دي الصفات اللي انت بتتمناها كمدرب، مصفة لعيب وسط الملعب المدافع. ويمكن انا استشهدت بيه خير، حتى ممكن في لسه هو بيبتدي حياته مع دمنهور، انا مش عارف كان بقاله كام سنه مع دمنهور، لكن كان من العناصر لسه صغيره. بعدين لما انتقل لبتروجيت كنت انا يمكن ست عندي، لما رجع تاني في تواجدي من العناصر اللي كنت بعتمد عليها بشكل كبير. فرحت له جدا لما انتقل لنادي الاهلي، لان دي هتبقى بدايه جديده لمشواره، نقله كبيره جدا ان شاء الله منها للمنتخب كمان، لما ينسجم اكتر مع النادي الاهلي ويقدم مستوى طبيعي، لان حمدي عنده اكتر كمان ان شاء الله يقدم للنادي الاهلي كل الجماهير معقوله عليه، وكمان لمنتخب مصر ونادي العقاري الفتره القادمه ان شاء الله يكون احد العناصر المبشره في المركز ده بالذات. حمدي، يعني كابتن طارق اتكلم عليه زي ما انت سامع وشايف كده، فاكيد انت عايز تقول له كلمتين. انا بشكرك طبعا يا كابتن طارق، وبتمنى لك التوفيق، وانا مبسوط ان انا اتمرنت مع حضرتك. يعني التوفيق ان شاء الله، وربنا يكرمك في مسيرتك الكرويه، وربنا يكرمك مع حرس الحدود. يعني يا كابتن طارق، يعني كنا مبسوطين جدا ان حضرتك موجود معانا، وزي ما حمدي قال، حضرتك واحد من المدربين اللي كان ليهم فضل على حمدي، وبالتالي لازم يكون حضرتك دور ووجود معانا على قناه النادي الاهلي، واحنا معانا واحد من نجوم حضرتك اللي كانوا موجودين تحت قيادتك، وايضا النجوم اللي موجوده حاليا في النادي الاهلي. بشكر حضرتك كابتن طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. حمدي، قبل ما نروح فاصل